اليوم أنشئنا أكبر مصنع لإنتاج الأنابيب اليوبي بي سي والعيش دي على مستوى العراق. سابقا كنا هذه الأنابيب نستوردها من خارج قطر، كنا نستوردها بالعملة الصعبة. بعد أن منحت الإجازة من هيئة استثمار البصرة باشرت الشركة، ولله الحمد اليوم وصلت نسبة إنجاز أكثر من 80%، وبعض المكائن أدخلت بالعمل وتم إنتاج هذه الأنابيب وفق المقاييس والحسابات والمعايير المطلوبة عالميا. إن شاء الله اليوم راح يكون هذا المعمل يغطي نصف حاجة البلد. الإنتاج اليوم هو 50 طن باليوم الواحد، وطبعا هم راح يقضي على معظم البطالة الموجودة في محافظة البصرة. الهيئة الوطنية الموجودة في بغداد والهيئة الوطنية اللي في محافظة البصرة أبوابها مفتوحة لكل مستثمر، طبعا مو فقط المستثمر المحلي. بدأ الإنتاج اليوم ينزل للأسواق، بدأت بعض الأنابيب دخلت بالعمل، وعندنا بعض المناطق تنفذت بهذه الأنابيب اللي هي مصنع حديث والمصنع الأول على عموم العراق. شركة النرجس عندنا أكثر من 3500 موظف يعمل في الشركة، من استشاريين إلى أقل عامل إلى سواق إلى فنيين إلى حراس. وكل هذه الكوادر طبعاً جاي تشتغل بشركة النرجس هي كوادر عراقية 100%، و90% من تنقل من أهل البصرة. إحنا اليوم نشوف الحكومة المركزية والحكومة المحلية داعمة للاستثمار. وأكون وياك صريح، إذا ما يكون دعم للقطاع الخاص ودعم للاستثمار ما يكون هناك عجلة اقتصاد قوية، وهي عجلة اقتصاد قوية هي تخفف العبء من الدولة.